أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. نسلط في هذه الحلقة على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، الحدث الأبرز الآن في هذه المرحلة. نسلط الضوء أيضا على نتائجها التي انتهت بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان بأكثر من 52% من في الانتخابات التي أجريت في 24 يوم أمس. من أن هذا الشهر هذه الانتخابات التي يصفها مراقبون أنها تختلف عن سابقاتها من الانتخابات، حيث تمثل بوابة عبور لتركيا إلى نظام الحكم الرئاسي استنادا إلى التعديلات الدستورية التي أقرت في شهر نيسان من العام 2017 العام الماضي. الرئيس أردوغان وعقب فوزه مباشرة في هذه الانتخابات بعد النتائج قال عبارة عن ثقة الشعب بحزب العدالة والتنمية والمتحالفين معه لبلوغ تركيا أهدافها الاستراتيجية في العام 2023. أيضا المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي ماغر أونال قال إن نتائج الانتخابات تعكس إرادة الشعب وعلى كافة الأحزاب السياسية احترامها. الحكومة التركية أيضا الكثير من المسؤولين عبروا عن إعجابهم بهذه الانتخابات وأن هذه الانتخابات ناجحة جدا، رغم أن هناك أصوات ظهرت من هنا وهناك من المعارضة التي تشكك في نتائجها، إلا أن هذه الأصوات بعد ذلك قد تلاشت ربما. أيضا مشاهدينا الكرام، الحكومة التركية أو الرئيس التركي أكد عند إدلائه بصوته أن المعلومات تشير لوجود نسبة مشاركة شعبية جيدة في هذه الانتخابات، وهذا يدل على أن هذه الانتخابات ربما هي تختلف عن سابقاتها من الانتخابات اختلافا كبيرا، كونها أنها تنتقل بتركيا إلى النظام الرئاسي. هذا الموضوع، موضوع الانتخابات التركية، هو موضوع المرحلة هذه وهذه الأيام. أغلب المواضيع، أغلب ما تتناوله وسائل الإعلام العالمية العربية الدولية موضوع الانتخابات التركية ونتائجها، وأيضا الكثير يتساءل عن ما بعد هذه الانتخابات، السياسة الخارجية لتركيا، هل سيكون هناك فيها تحول بالنسبة لتعامل تركيا أيضا مع المحيط الإقليمي، بالنسبة لدول العربية وفيما يخص العراق وسوريا تحديدا، وأيضا بالنسبة للعالم الإسلامي وغيرها من الدول. لتسليط الضوء على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور سمير صالحة، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور. مرحبا سمير. مرحبا. وأيضا سينضم معي عبر الأقمار الصناعية دكتور مصطفى حامد أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي. مشاهدينا الكرام، نتابع معا هذا التقرير سوية ثم نبدأ الحوار. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة نسلط الضوء على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا التي أفضت إلى نجاح الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية. وأيضا لافت في هذه الانتخابات أن نسبة المشاركة الجماهيرية كانت كبيرة جدا، وصلت بحسب مراقبين إلى أكثر من 90%. هذا يعني أن هناك ميزة كبيرة تميز هذه الانتخابات الحالية عما سبقها من انتخابات أجريت، لا سيما التي حصلت في عام 2015.
هذه المواضيع وغيرها نناقشها سوية، وأبدأ بالدكتور معكم دكتور سمير صالحة أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية. يعني هناك يعني إقبالا جماهيريا كبيرا في هذه الانتخابات، هذه الانتخابات ربما لها ميزة تميزها عن باقي الانتخابات السابقة، فوز حزب رئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية فيها. هناك الكثير من الدلائل والمؤشرات التي تدل بقوة على أن الرئيس أردوغان شارك في هذه الانتخابات بأساس قوي وخرج بنتيجة قوية. كيف تابعتم مجريات هذه العملية؟ نعم، أولا أحييك وأحيي ضيوفك ومتابعيك وأشكركم مرة أخرى على الاستضافة في هذا البرنامج. أهلا بك دكتور. يعني كيف ذهبنا إلى الانتخابات هذه المرة في 24 حزيران يونيو الأمس في آذار، مطلع آذار، دولة باشا لزعيم الحركة القومية الحزب اليميني القومي قال أنه في أكثر من ملف الآن وصل إلى طريق مسدود ويحتاج إلى صناعة مشهد سياسي وحزبي جديد في تركيا، وأعلن أنه يدعم خطة انتخابات مبكرة في البلاد، ونقل هذا الاقتراح إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي نسق مع حزب الحركة القومية في أكثر من ملف داخلي وخارجي في الأشهر الأخيرة. وعلى ضوء ذلك قبل العدالة والتنمية هذا الاقتراح، وتم التفاهم على أن تذهب تركيا إلى انتخابات مبكرة في 24 حزيران الماضي. الآن طبعا الفترة الزمنية التي تفصل بين قرار الانتخابات وقرار الذهاب إلى الصناديق فترة ضئيلة جدا، الأحزاب كان عليها أن تتحرك بشكل كبير كما تعرف، وهذا ما حدث. يعني الحملات الانتخابية كما أنت أيضا تابعت كانت ساخنة وفيها الكثير من الحراك، فيها الكثير من المهرجانات والمؤتمرات واللقاءات. الميزة الأساسية كان فيها هذه المرة التحالفات الحزبية كما تعرف، تحالفين أساسيين ما نسميه نحن بالتحالف حزب التحالف الجمهور وتحالف الحلب الملي أو التحالف القومي. حزب التحالف الجمهور للعدالة والتنمية مع التنسيق مع الحركة القومية وحزب الوحدة الكبرى أيضا يميني، وتحالف المعارضة كان تحت شعار التحالف القومي في تركيا، يشمل حزب الشعب الجمهوري كحزب عامل أساسي وحزب إي بارتي وحزب جديد ناشئ تترأسه مرال أكشنير، وإلى جانب أيضا بعض الأحزاب الصغيرة. الحزب هنا الحزب الشعوب الديمقراطية دكتور سمير كما تعرف لم يكن جزء من هذه التحالفات ودخل الانتخابات بشكل مستقل منفرد، حزب الشعوب الديمقراطية. بعد النتائج ماذا وجدنا؟ وجدنا أنه استطلاعات الرأي، غالبية استطلاعات الرأي في تركيا رسبت في هذا الامتحان. يعني الخاسر الأول قبل أن نتحدث عن النتائج والأحزاب كان شركات استطلاعات الرأي في تركيا أنه غالبيتها أخطأت في تقديم التقديرات. يعني هذا يعني أنه استطلاعات الرأي في تركيا شركات استطلاعات الرأي تحتاج إلى إعادة برمجة، تنظيم، مراقبة، لأنها يعني طبعا هذا موضوع يحتاج إلى نقاش طويل، يعني لا نعرف تماما أسباب هذه الأخطاء تحتاج إلى دراسة. لأن الرابح الأول في هذه الانتخابات أيضا قبل أن نتحدث عن الأحزاب كان الديمقراطية في تركيا، الرابح الأول كان الصناديق المقترع الذي ذهب إلى الصندوق لممارسة حقه الديمقراطي، وضع ورقته وفتحت ليلا الصناديق لتظهر النتائج. الرابح الثاني كان أنه هذا النجاح في تنظيم العملية الانتخابية. يعني أنا لا أريد أدخل في مقارنات مع انتخابات تجري في الكثير من دول المنطقة مع الأسف، وكيف يعني تركيا نجحت في هذا الانتخابات. باختصار أريد أن أنهي هنا لأقول لك أنه الآن النتائج كان فيها الكثير من المفاجآت أيضا. يعني حزب كثير من الاستطلاعات كانت تقول أنه الرئيس التركي لن ينجح في الفوز من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية، جاء العكس وحصل على نتيجة كما أنت قلت أيضا حوالي 52% من مجموع الأصوات وتمكن من الفوز. البرلمان أيضا، موضوع البرلمان كان فيه أيضا كثير من النقاش. برأيي مفاجآت الانتخابات البرلمانية، ربما بعد قليل ندخل في التفاصيل، كان حزب الحركة القومية اليميني لم يكن أحد يتوقع أن يتجاوز حاجز 10% بهذا الشكل، وأن ينجح أيضا حزب يميني مشابه له يعني بارتي بهذه النتيجة. نعم
أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية الدكتور مصطفى حامد أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي. مرحبا بك دكتور. مرحبا بكم. يعني دكتور يعني الانتخابات التركية متابعتك لها ولنتائجها. أولا تحية لكم وللمشاهدين الأعزاء وللدكتور سمير. صراحة أولا يجب أن نركز أو نقول أو ننبه على أن هذه الانتخابات هي انتخابات مميزة في تاريخ الحياة السياسية في تركيا، لأنها لأول مرة تنتخب رئيس جمهورية وفق النظام الرئاسي، وأن الحكومة القادمة التي ستتشكل سيشكلها رئيس الجمهورية بغض النظر، ولن تحتاج إلى الثقة يعني منح الثقة من البرلمان. كان هناك يعني شبه توجه أو قناعة أن البرلمان فقد دوره في هذا في هذه الفترة، لكن رئيس الجمهورية أراد أن يكون هناك برلمان قوي وأيضا هناك رئاسة قوية. صراحة أنا ربما أستطيع أن أقول عن النتائج التي حصلت بالنسبة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وبالنسبة للعدالة والتنمية أنه فوز لكنه لم يكتمل. هناك فوز مهم جدا وهو كسب الرئاسة من المرحلة الأولى. المعارضة كانت تراهن على عدم تمكين رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان من الفوز في المرحلة الأولى، وكانت تراهن على أن يكون هناك مرشح متفق عليه من أجل عدم تمكين رئيس الجمهورية من الفوز أيضا من الجولة الثانية، لكن خسرت المعارضة هذا الرهان وكسب رئيس الجمهورية هذا الرهان. لكن هناك طبعا تراجع في أصوات حزب العدالة والتنمية. ربما نستطيع أن نشبه يعني هذه الحالة بما حصل في انتخابات حزيران 2015. صراحة هناك نوع من التململ، هناك نوع من عدم الرضا ربما عن سياسة الحزب. هناك طبعا اليوم حزب العدالة والتنمية هو الأقدر على مراجعة وقراءة هذه الرسالة، وصرح عنها رئيس الجمهورية أننا أخذنا الرسالة. لذلك كان التصريح والتركيز على أن مهمة الحكومة القادمة هي أولا رفع مستوى الرفاهية، لأن الوضع الاقتصادي مهم بالنسبة للناخب التركي، وأيضا موضوع الإرهاب. صحيح كما قال الدكتور سمير، المفاجأة كانت بأن هناك حزبين يعني قوميين، هما الحزب الحركة القومية وحزب أيضا الحزب الجيد، حصلا على 11% تقريبا، يعني أن المجموع لأصوات القوميين يعني الأصوات القومية ارتفعت إلى ربما 22%. وإذا أضفنا أن أيضا شعارات العدالة والتنمية كانت هي يعني قريبة من الشعارات القومية، هذا يشير على أن هناك ارتفاع أيضا للنمو للأصوات القومية في تركيا. بالنسبة للمعارضة طبعا هناك فشل برأيي، فشل ذريع، وأظن أن المعركة القادمة ستكون في حزب الشعب الجمهوري. اليوم المرشح رئيس الجمهورية محرم إنجا حصد على أصوات أكثر بكثير من أصوات الحزب، وهذا ما ينبئ ويؤشر على أن هناك ربما يعني معركة في حزب الشعب الجمهوري، لأن الحزب قواعد الحزب لن تقبل اليوم بعد اليوم برئاسة كلشداروغلو. دكتور سمير، مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجا الذي يعد منافسا أقوى لرئيس أردوغان أقر بنتائج الانتخابات ودعا أيضا أنصاره إلى قبولها، يعني هذا الأمر يعني وردة الفعل هذه كيف تفسرونها؟ يعني هذا جزء من العملية الديمقراطية، وهنا فعلا يعني ينبغي تهنئة المعارضة، القيادات المعارضة على هذا الموقف السريع خلال ساعات فقط. محرم إنجا قبل يومين مثلا كان يدعو مناصريه إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع، إلى مراكز الهيئة العليا للانتخابات في أنقرة، والجلوس هناك بانتظار إعلان النتائج. كان يحذر بشكل أو بآخر بطريقة غير مباشرة طبعا أنه احتمال أن يكون هناك تلاعب في مسألة فرز الصناديق والأصوات. الآن بعد هذا الطرح نرى أنه نفس محرم إنجا يدعو الداعمين المؤيدين له إلى قبول هذه النتيجة، ويقول أنه النتيجة هي جاءت بفارق 10 ملايين صوت بين أصواته وأصوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية. هذا يؤكد فعلا أنه العدالة، أنه الشعب الجمهوري ومحرم إنجا
قبل هذه النتيجة وأنه أثبت وعيا، والدليل أنه قيادات في العدالة والتنمية نفسها شكرته وهنأته على هذا الموقف. يعني هذا برأيي يعكس مرة أخرى كما قلت لك في البداية مفهوم التحول المسار الديمقراطي في تركيا، سواء كان في ممارسة الحقوق الديمقراطية في الانتخابات، في التوجه إلى الصناديق، في قبول النتيجة، في الانفتاح على النتيجة. مثلا أعطيك مثال آخر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعني بعد إعلان النتيجة قال أنه حزب العدالة والتنمية وهو شخصيا سيمثلون أصوات كل الناخبين في تركيا، يعني أصوات 80 مليون مواطن تركي الآن هي أمانة لدى الحزب الفائز وأمانة لدى الرئيس التركي. هذا يعني بشكل أو بآخر أنه سيكون في المرحلة المقبلة تفاهم لمطالب المعارضة لما تقوله المعارضة. في مؤشرات بدأت تظهر في الأيام الأخيرة، مثلا موضوع حالة الطوارئ، سمعنا وتابعنا كيف أنه حزب العدالة والتنمية قال أنه خلال أول اجتماع لرئاسة الوزراء في الأيام المقبلة سيتم رفع حالة الطوارئ في تركيا. هذا التحول برأيي مهم في موقف العدالة والتنمية باتجاه التعامل بشكل أكثر ليونة مع مطالب وما يقوله أيضا الكثير من الأحزاب في المعارضة وما يقوله الحزب الحاكم أيضا وقيادته في بعض الأحيان. نقطة ثالثة مهمة هنا علينا التنبه لها، أنه النتيجة الآن محرم إنجا كما قال الدكتور مصطفى، صحيح أنه ليس عضوا الآن في البرلمان، هو خارج البرلمان، وسئل قيل له ما الذي ستفعله الآن، هل ستواصل ممارسة عملك الحزبي أم أنك ستبحث عن بدائل جديدة؟ الاحتمال كبير أن يتريث بعض الوقت محرم إنجا وأن يتابع تطورات المشهد في داخل حزبه، في داخل حزب المعارضة الشعب الجمهوري، لأنه في داخل الحزب الشعب الآن الذي حصل على أصوات تراجعت بالمقارنة مع الانتخابات الماضية، عندما يحصل محرم إنجا مرشح الحزب على 30% من الأصوات ويحصل حزبه على حوالي 24% من الأصوات، فهذا يعني أنه في أزمة حقيقية في صفوف قيادات المعارضة. لابد أن يكون هناك يعني شكل للمرحلة المقبلة على المستوى الداخلي لتركيا، خصوصا بعد مرحلة الانتخابات، وهذه الانتخابات بالذات يعني لها ميزة تحول تركيا إلى النظام الرئاسي. أنتقل بالسؤال إليكم دكتور مصطفى حامد أوغلو، يعني الآن كيف تتوقع أن يكون شكل المرحلة المقبلة بعد الانتخابات، يعني فيما يخص الشأن الداخلي التركي، يعني من تحالفات وما إلى ذلك؟ صراحة المتابع يعني لكل الانتخابات التركية يشهد أن هناك قبل الانتخابات هناك تخندقا وهناك اصطفافا وهناك تشنجا وهناك يعني اتهامات قوية، لكن عندما تنتهي عملية الاقتراع ويبدأ الفرز وكما قال الدكتور سمير الكل يقتنع ويقبل بهذه النتيجة، وهذا صراحة نضوج بسبب تراكم العملية الانتخابية على مدة عقود طويلة لتركيا. أيضا ربما ما أفرزته النتائج أضيف ناحيتين، الناحية الأولى كما قال يعني دولة باهتشلي أن الناخبين أعطوا لحزب الحركة القومية هو الدور المراقب والمؤرجح، يعني هو الذي سيعدل الكفة داخل البرلمان. هذا صحيح، يعني اليوم العدالة والتنمية لا يستطيع أن تمرير أي قرار بالمجلس إلا بعد الاستعانة بأحد الأحزاب، وهو اليوم هو مع باتفاق مع الحركة القومية. الناحية الثانية اليوم ربما يعني دائما الناخب التركي يفاجئ صراحة الكثير من التوقعات والمراهنات، اليوم هو أراد أن يعني يجعل هناك نوع من التوازن. صحيح نحن ذاهبون إلى يعني نظام رئاسي، الصلاحيات كلها بيد رئيس الجمهورية، لكن أيضا اليوم الوضع في البرلمان يجعل من البرلمان هو يعني المراقب صراحة ومن يضبط وربما يستطيع تقييد حركة النظام الرئاسة. لذلك اليوم حزب العدالة والتنمية بحاجة إلى الأحزاب الأخرى، وربما هذا يدعو لأن يكون دور جديد لرئيس الجمهورية فوق الأحزاب، يعني وأظن أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان هو مؤهل ويستطيع بما يملكه من شخصية براغماتيكية أن يستطيع أن يعني يجد نوع من التآلفات مع الأحزاب الأخرى بدون أن يحصل هناك اتفاقات يعني علنية.
وربما أيضا أشير يعني أن عدم تعرض رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية إلى مرال أكشنار لسببين. أولا لم يرد أن يعطيها الحجم يعني لكي لا تحصل على أصوات عالية، وأيضا ربما هناك تفسير ثاني ربما هو من أجل أن يكون هناك دور، ربما تقارب، ربما تعاون، ربما اتفاق على تمرير بعض القرارات خلال البرلمان، وهذا ليس بعيد صراحة عن السياسة التركية، لأن كل حزب مضطر أن يبدي نجاحا داخل البرلمان، لأن الناخب التركي يراقب دور الحزب خلال البرلمان، وهناك انتخابات قادمة ستحكم عليه من خلال دوره في هذه الدورة. إذن دكتور سمير، المرحلة يعني الأهداف العامة لكل انتخابات محورها هو المواطن التركي، الهدف هو يعني تحقيق رفاهية للمواطن التركي، تحقيق الأمن لتركيا كما تفضلتم في بداية الحلقة. يعني الناخب التركي مثل ما تفضل الدكتور مصطفى خالف كل التوقعات والمراهنات، يعني هو يهدف من خلال وصوله إلى صناديق الاقتراع تحقيق حالة من التوازن تصب في التالي في مصلحته. هنا السؤال يعني عن توقعاتك للمرحلة المقبلة. المواطن التركي يريد الجهود كلها تتضافر لكي بالمحصلة يكون هناك بناء وتقدم وازدهار لتركيا. هنا هل سنشهد ربما يعني تحالفات معينة، أم سينفرد حزب العدالة والتنمية في ذلك في تشكيل المرحلة المقبلة؟ نعم، يعني هذا سؤال أساسي دكتور سمير برأيي، يحتاج إلى متابعة عن قرب. لماذا؟ لأنه الآن حتى الآن لا نعرف تماما إذا كان حزب الحركة القومية اليميني الذي دخل في الائتلاف مع حزب العدالة والتنمية سيدعم الحزب، حزب العدالة أقصد، من الخارج، أم أنه سينسق معه في تحالف سياسي أيضا في إطار تواجد حزب هذا الحزب الصغير في الحكومة. يعني هل سيقبل، سيتسلم مناصب وزارية، هل سيقترح على الرئيس التركي، أو الرئيس التركي سيقترح عليه مثلا أن يقبل بمنصب نائب الرئيس، طالما أن النظام الرئاسي الآن يتقدم بسرعة على الأرض في الأيام المقبلة. هذه النقطة ما زالت غير واضحة، لكن أنا رأيي الشخصي الاحتمالين ممكن أن يعني يتم قبولهما. الاحتمال أنه أن يدعم العدالة الحركة القومية العدالة والتنمية، ويبقى العدالة والتنمية في السلطة بمفرده. لماذا؟ لأنه كما تعرف فارق الذي يحتاجه العدالة والتنمية هو 5 أصوات فقط، 5 مقاعد، يعني 295 يحتاج إلى 300 لكسب الأكثرية. يعني لذلك في احتمال أن يكتفي الحركة القومية بأن يقترح أن يدعم وأن يستمر هو بشكل مستقل تحت سقف البرلمان. لكن في عنا نقطة أساسية إلى جانب هذه المادة، أنه الأحزاب الأخرى هل ستتعلم الدرس من هذه النتائج أم لا؟ مثال أعطيك، حزب الشعوب الديمقراطية، هذا الحزب الآن استطاع تجاوز نسبة 10% كما تعرف، وقواعده بشكل واسع موجودة في جنوب شرق تركيا، وهذا الحزب كان عنده تجربة سيئة جدا في السنوات الأخيرة عندما وقف بشكل أو بآخر إلى جانب تنظيم إرهابي يستمد قوته ونفوذه من تواجد هذا الحزب تحت سقف البرلمان، حاول أن يؤثر عليه وأن يضغط عليه بشكل أو بآخر، وأشعل أكثر من مرة الداخل التركي في المدن التركية في جنوب شرق تركيا. لذلك الآن حزب الشعوب الديمقراطية هل سيستفيد من تجربته الماضية والآن يلتزم بمسار الديمقراطية تحت سقف البرلمان ويلتزم بطرح مواقفه بهذا الشكل؟ نقطة ثانية أيضا بغاية الأهمية، الأولويات التي أنت أشرت إليها. يعني الأولويات في المرحلة المقبلة في مسائل داخلية وفي مسائل خارجية. العدالة والتنمية، الرئيس التركي اليوم أعطى مؤشرات كثيرة أنه تلقى الرسالة، تلقي الرسالة مؤشر مهم جدا. لماذا؟ لأنه هنا يطمئن المعارضة أنه هذا الاصطفاف الذي كان موجود قبل الانتخابات وهذا التشنج والتوتر في المواقف والمهرجانات سيتراجع، والآن سيكون هناك مرحلة جديدة في تركيا. الأولويات كما تعرف أنت أيضا، عندنا أزمات اقتصادية تحتاج إلى معالجة سريعة، عندنا أزمة موضوع الليرة المتراجعة، سعر صرف الليرة أمام الدولار، وعندنا مسائل سياسية وأمنية حساسة. هذا إلى جانب الملفات الخارجية أيضا.
العلاقات مع دول الجوار، مع دول الخليج، مع المجموعة الأوروبية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، الملف السوري، العلاقة مع العراق تحديداً، كل هذه الملفات برأيي ستكون في قلب المشهد وتحتاج إلى نقاش سريع. بنقطة، بكلمة واحدة أقول لك، أنا أتوقع أيضاً ليس فقط يعني تحول في طريقة التعامل مع الملفات الداخلية، بل في التحول في التعامل مع الملفات الخارجية أيضا. هذه نقطة مهمة جدا يعني أثرتها وسنتحدث عنها ضمن محاور هذه الحلقة. بننتقل إلى هذا المحور لكن بعد فاصل قصير. كون معنا مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الحلقة من تحت الضوء على الانتخابات التركية ونتائجها. وبالعودة إليك دكتور مصطفى حامد أوغلو، يعني نتحدث عن السياسة الخارجية التركية ما بعد الانتخابات، هل سنشهد تحولا في هذه السياسة؟ طبعا اليوم هناك ملفات يعني كبيرة صراحة تنتظر يعني الحكومة الجديدة والنظام الرئاسي الجديد، منها ما يخص المنطقة وأهم شيء هو الملف السوري، ومنها ما يخص العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والعلاقة مع الدول الأوروبية، وربما الأهم هو العلاقة المتشنجة المتأزمة وبسبب كثير من الملفات مع أمريكا. برأيي أنه حتى قبل الانتخابات حصل نوع من ربما التغير في المواقف الغربية، ربما نستطيع أن نقول مؤشر على تغير. يعني مثلا المستشارة الألمانية يعني دعت الرئيس الجمهورية على لزيارة ألمانيا بعد الانتخابات، وهذا ربما أنها كانت تتوقع أن الفوز سيكون من حليف رجب طيب أردوغان، رغم العلاقة المتوترة ما بين تركيا وما بين ألمانيا. أيضا تحريك أو حلحلة أو بداية بحل موضوع مدينة منبج وتوقيت هذا قبل الانتخابات، ربما بسبب يعني نتيجة التوافقات ونتيجة الاجتماعات التي حصلت ما بين اللجان الأمنية، لكن عدم تأجيله لبعد الانتخابات هذا أيضا مؤشر على أن لا يمكن تجاوز الدور التركي يعني في هذه المنطقة. أظن أن النظام الرئاسي الجديد، وكما شرح رئيس الجمهورية، أنه سيكون هناك نوع من تغيير اتخاذ القرار والسرعة في اتخاذ القرار، وأيضا يعني بدون الالتزام للرجوع للبرلمان، هذا سيعجل من تسريع كثير من الملفات. واليوم تركيا صراحة وكما قال الدكتور سمير وكما قال رئيس الجمهورية، أنها يعني الحزب العدالة والتنمية أدرك الرسالة وأخذ الرسالة، تلقى الرسالة، لذلك سيكون هناك عمل على تحقيق الاستقرار داخل تركيا ورفع الرفاهية، ورفع الرفاهية صراحة لا يمكن أن يكون إلا من خلال العلاقات الجيدة مع كثير من الدول أو حل كثير من الملفات العالقة مع هذه الدول. تركيا صراحة يعني استطاعت أن تفصل دائما ما بين الخلافات السياسية وما بين العلاقات التجارية، لذلك أظن أنها ستشهد في المستقبل القريب دورا أكثر تقدما في المنطقة وبالنسبة للعلاقات التجارية الأمور الملفات الخارجية العالقة. دكتور سمير، يعني في كما تعلمون أن ألمانيا وهولندا والنمسا كانوا من أشد المعارضين لتحول تركيا للنظام الرئاسي، هذا كان في عام 2017. الآن ردود الفعل الدولية تجاه نتائج هذه الانتخابات كيف قرأتها من قبل أوروبا؟ نعم، يعني الملفت حتى الآن دكتور سمير كان أنه الكثير من الرسائل التهنئة أو اتصالات التهنئة جاءت من قبل الدول الأوروبية أكثر من غيرها. هذه الدول
يعني بالأمس مساء كان الاتصالات تأتي بشكل تدريجي، لكن من اعتبارا من صباح اليوم ارتفع العدد من قيادات المجموعة، الاتحاد الأوروبي، اتصالات من الصين، اتصالات من الرئيس الروسي مباشرة. لكن أنا لا أعرف، يعني في الإعلام التركي، يعني قبل أن أدخل إلى الاستوديو لم أرى الكثير، يعني مع الأسف أقول هذا الكلام وأتمنى أن أكون مخطئا، الكثير من الاتصالات من الدول العربية، من القيادات العربية. لا أعرف، إما أنه الإعلام التركي، لا أعرف إذا كان الدكتور مصطفى عنده معلومات غير ما عندي أنا، أنه كان العدد ضئيل حتى الآن. الإعلام التركي أبرز الاتصالات من العواصم الغربية، من الصين مثلا، من جمهورية آسيا الوسطى، لكن لم أعرف أنه هل كان في اتصالات وتهنئة من قيادات عربية. لماذا؟ لأنه أنا دائما أقول أنه في المرحلة المقبلة لابد أن يكون هناك سياسة خارجية تركية جديدة في التعامل مع العديد من الملفات العربية. يعني مثلا هذا التوتر بشكل أو بآخر بين تركيا والعديد من دول الخليج كما تعرف، هذا التوتر مع مصر، هذا التوتر في مع العراق في أحيانا، الآن تحسنت العلاقات إلى حد ما لكن ما زال موجود. لذلك أنا دائما أقول أنه لابد أن يكون هناك الآن سياسة إقليمية جديدة، وتحديدا سياسة تركية عربية جديدة. لماذا؟ لأنه لابد من تفعيل هذه المسألة والعودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل 5 أو 6 سنوات تقريبا. ماذا عن التعاطي الأمريكي مع نتائج الانتخابات التركية؟ أظن أنه الآن تركيا، لا أعرف، عفوا أمريكا، لا أعرف كيف تابعت استطلاعات الرأي، لأنه أنا من خلال متابعتي المواقف الأمريكية هي كانت تراهن أيضا كما جاء في الكثير من استطلاعات الرأي التركية على أنه الرئيس التركي لن يفوز من الجولة الأولى، وأنه الاحتمال الكبير أن يكون تحت سقف البرلمان هناك منافسة شديدة وأن تحصل المعارضة على الغالبية في هذا. هذا من خلال متابعتي للعديد من وسائل الإعلام الأمريكية والتحليلات الأمريكية. الآن على ضوء هذه النتائج لابد على الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، أن تقرأ ما جرى النتائج وتتعامل معها بطريقة جديدة. يعني بقدر ما نقول نحن هنا في تركيا أنه نطالب قيادات العدالة والتنمية بعملية نقد ذاتي أحيانا، مراجعة المواقف أحيانا في التعامل مع ملفات إقليمية ودولية وملفات داخلية، لابد من هذه الأطراف والقوى أن تحترم هذه النتيجة، أن تقبل بها وأن تبني على أساسها طرح سياسات جديدة في التعامل مع تركيا. دكتور مصطفى حامد أوغلو، فيما يخص الأهداف التي يعني تبغي تركيا الوصول إليها عام 2023، طالما تحدث الرئيس أردوغان عن هذه الأهداف في العديد من المناسبات وفي الكثير من خطاباته، والآن ركز عليها أيضا في بعد ظهور نتائج هذه الانتخابات، ما الذي تسعى للوصول، كيف تسعى أو ماذا تريد تركيا من طريقة معينة أو أسلوب معين ربما يكون هذا الأسلوب يؤثر على السياسة الخارجية التركية للوصول على لأهدافها؟ هل تعتقد بمعنى آخر أن كل هذه التبشيرات التي تحدث بها الرئيس أردوغان عن وصول تركيا الجديدة عام 2023 سوف تتحقق في ظل هذه التزاحمات من الأضداد الموجودة خصوصا في المنطقة على المستوى الإقليمي؟ تعقيبا على كلام الدكتور سمير، يعني صراحة يعني إذا وضعنا عنوان العرب والتجربة التركية فنحتاج إلى يعني ربما ساعات طويلة للتكلم عن هذا الحديث. التجربة التركية يعني هناك مشكلة تتعلق مع يعني الأنظمة العربية، وهناك مشكلة صراحة أخرى ونواجهها يوميا يعني من خلال مشاركاتنا على القنوات العربية مع المحللين السياسيين العرب ومع الكتاب العرب، عندما يكون لديهم نظرة يعني نظرة يعني ربما أقول أنها ضيقة تجاه وتناول يعني حتى التجربة التركية يتناولونها، هناك ربما يعني عدم يعني قبول بشخصية وكاريزما أو دور رجب طيب أردوغان، فيعني يكون هناك انتقاد غير مهني صراحة وغير واقعي وغير حقيقي، وهذا ربما ينعكس أيضا على المواطن العربي، وإن كنا نرى أن هناك يعني فرحا وأعراسا كبيرة في أغلب الدول العربية تأييدا لهذه التجربة. صراحة أنا أيضا يعني كنت أتمنى أن يكون هناك تجاوبا أكثر، يعني وهذا التجاوب الخافت صراحة يعني لمسناه أيضا أثناء
ما تعرضت له تركيا الدولة الإسلامية الجارة للدول العربية خلال الانقلاب العسكري الفاشل، أيضا التجاوب العربي صراحة لم يكن بالمستوى المطلوب، علما أن تركيا وخاصة يعني حكومة العدالة والتنمية تبدي اهتماما كثير بالدول العربية وتتحاشى صراحة بشكل رسمي التعرض لانتقادات كثير من الدول العربية وكثير من الأنظمة العربية لها خصوصية ولها مكانة ولها احترام لدى حكومة العدالة والتنمية، لكن بالطرف الآخر نجد يعني لا نجد يعني هذا الرد بما يعني تقوم به تركيا من احترام ومن تقدير. طبعا كما قلت هذا لا يتعلق فقط بالأنظمة، يتعلق بكثير من يعني المكونات والمؤسسات والتي تؤثر على الأنظمة وعلى الرأي العام العربي. بالنسبة لتركيا ربما كانت المعضلة التي واجهها حزب العدالة والتنمية أنه اليوم لم يستطع أن يشرح لجيل الشباب خاصة كمية ويعني الإنجازات التي قام بها العدالة والتنمية خلال 16 عام الماضي، لأن من كان عمره 8 سنين ولد ومع بداية العدالة والتنمية، العدالة والتنمية قام بكل هذه الإنجازات، لكن هذا المواطن هذا الطفل هذا الشاب لم يرى الفرق ما بين ما قبل العدالة والتنمية وما بعد العدالة والتنمية، لكن الكبار بالسن كانوا ورأيناهم من خلال التصريحات كانوا يدركون الفرق الشاسع بين النقلة التي استطاع العدالة والتنمية نقلها ما قبل 2002 إلى 2018. طبعا اليوم هناك يعني تحدي كبير أمام العدالة والتنمية هو أن ينافس نفسه أظن، لكن بعد يعني استقرار الوضع السياسي وهناك أهداف يعني واضحة ومحددة أنا أظن أن سيكون هناك نقلة صراحة نقلة كبيرة على كافة المستويات، على مستوى السياحة وعلى مستوى الاقتصاد على مستوى التجارة على مستوى التصنيع وخاصة التصنيع الاستراتيجي وأيضا على مستوى التجارة واستقرار المنطقة. أظن سنشهد 5 سنين قادمة قفزات كبيرة رغم التحديات الموجودة، لأن هذا سيكون جل تركيز يعني رجب طيب أردوغان والحكومة القادمة. خلال 16 عاما الماضية دكتور سمير صالحة، الإنجازات كانت يعني واضحة ونقلت تركيا نقلة نوعية، الأجيال السابقة كانت تعرف وتدرك الفرق جيدا لأنها كانت شاهدة على ذلك، الأجيال الحالية لم تكن شاهدة على ذلك مثل ما تحدث الدكتور مصطفى. هذا الأمر ربما يعني البعض يفسره أن فشل الانقلاب الماضي كان بسبب أن الجيل القديم لا يريد أن يعيد مآسي الماضي، لذلك وقف وقفة موحدة تجاه أي شيء يعني يهدد أمن تركيا واستقرارها وازدهارها. يعني خلال الانتقال أو الحديث عن الانتقال إلى النظام الرئاسي، كان في الماضي هناك الكثير من الدول وصفت ذلك أنه تأسيس للديكتاتورية وما إلى ذلك، ولكن هنا الوعي المواطن التركي هل أعطاه الحافز والتعزيز الكامل والقناعة بأن تأسيس النظام الرئاسي الآن هو من مصلحته؟ نعم، يعني هذا عامل أساسي أو سبب أساسي في وصول النتائج إلى ما هي عليه اليوم. يعني في أكثر من مادة دخلت على الخط برأيي على مستوى قواعد الحزب الحاكم وعلى مستوى المعارضة أيضا. في الحزب الحاكم باختصار كان في قناعة أنه كان هناك إنجازات عملاقة ضخمة حققها حزب العدالة والتنمية على مستوى الداخلي وعلى مستوى الخارجي، ولا يجوز إطلاقا التفريط في هذه الإنجازات. والنقطة الأهم أنه في طرح مشاريع جديدة عملاقة جديدة تناقش، لا يجوز إطلاقا إغفال أهمية ودور هذه الإنجازات المرتقبة بالبعد الاستراتيجي للأمور. مثلا أعطيك مثال بسيط، ما نسميه نحن بقناة اسطنبول الآن مشروع مهم جدا، مشروع استراتيجي ليس على مستوى المنطقة كما تعرف على مستوى العالم، حفر قناة اصطناعية تربط بين بحرين وستستخدم إلى جانب المضيق العبور بين في البوسفور والدردنيل. الآن نقطة أيضا مهمة في صفوف المعارضة، حتى الذين ذهبوا إلى المعارضة درسوا ما تقدمه هذه الأحزاب من وعود، وجدوا أنه الكثير منها هو مجرد حبر على ورق أو دعاية انتخابية لا أكثر. لذلك كانت القناعة لدى الناخب أنه أنا أفضل أنني رأيت هذه الإنجازات وأفضل أنه هذه الإنجازات أن تستمر وأن يستمر العملية الصعود التركي. لذلك رأينا الكثير من الأصوات ابتعدت
عن المعارضة وعادت مجددا. كان في أرقام تقول أنه في حالة من الغبن في صفوف العدالة والتنمية. نعم موجود هذه الأرقام حتى الآن. الكثير من الأرقام كان يقال أنه حوالي 12%. الآن معنى إلى النتيجة وجدنا أنه إذا كانت موجودة هذه الحالة هي فقط 3 أو 4%، وأنه العدالة والتنمية ترك هذه الأرقام لكنه استطاع الحصول على أرقام بديلة من أماكن وأصوات أخرى. أعطيك مثال أخير، أنه العدالة والتنمية في مناطق جنوب شرق تركيا استطاع الحصول تقريبا على نصف أصوات الإخوة الأكراد هناك، وهذا إنجاز كبير. يعني دائما نعرف أنه المستودع الصوتي لحزب الشعوب الديمقراطية هو مناطق جنوب شرق تركيا. العدالة والتنمية في هذه الانتخابات استطاع قلب هذه المعادلة والحصول على كمية على آلاف الأصوات في تلك المناطق. هذا يؤكد أنه حتى الناخب الكردي في تركيا، يعني مع الأسف أقول أتحدث بهذه الطريقة، يعني كان مساند لاستمرار العدالة والتنمية والبقاء في الحكم، ورفض ما فعله حزب الشعوب الديمقراطية في جنوب شرق تركيا في الأعوام الأخيرة. دكتور مصطفى، كيف تنظر إلى طبيعة المرحلة المقبلة التي ستصاغ فيها تركيا بلباس جديد وبثوب جديد في ظل نظام رئاسي مؤسس حديثا؟ يعني بمعنى آخر، ما هي الميزات التي سيحصل عليها المواطن التركي من خلال هذا النظام؟ يعني أولا دعنا نقول أن النظام الرئاسي الجديد هو سابقا كان رئيس الجمهورية لديه صلاحيات كبيرة صراحة، لكن جرت العادة أن يكون الرئيس يعني رئيسا شبه فخري، ربما فقط يعني يراقب البرلمان ويوقع على القرارات، والقرار الذي يعجبه يعني لديه عليه اعتراض يعيده إلى البرلمان. لم يستخدم الرؤساء الصلاحيات الموجودة وموجودة وبدون مسؤولية. لكن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عندما جاء قال أنني سأكون رئيسا مختلفا عن الرؤساء القادمين، ومن هنا جاء تصريح يعني أو دعوة دولة باشا للاستفتاء. قال هناك رئيس جمهورية يتصرف وكأنه رئيس يعني بنظام رئاسي، وهناك وضع برلماني، فيجب تصحيح أو شرعنة هذا الوضع، وذهبت تركيا إلى الاستفتاء. اليوم نظام رئاسي جديد ومنتخب من قبل الشعب، وهناك 5 سنين أمامه، وشرح رئيس الجمهورية شكل وكيفية إدارة الحكم. اليوم عندما يتم يعني تقليص الوزارات إلى 16 وزارة وهناك كثير من المكاتب، هذا دليل على البعد عن البيروقراطية، وهذا أول ما سينعكس على حياة المواطن بشكل مباشر عندما لا يكون هناك نوع من الروتين والبيروقراطية المملة التي كانت تعيق صراحة تحرك الحكومات، حكومات العدالة والتنمية، خاصة في البداية الأولى، طالما اشتكى الرئيس رجب طيب أردوغان من الروتين وال الأنظمة التي تعطي للموظف تعطيل أو عرقلة حركة وسير اتخاذ قرارات. اليوم هناك يعني نظام جديد ورؤية جديدة. قال رئيس الجمهورية أنني سأدير الدولة كنظام شركة ضامنة أو شركة كبيرة، هذا دليل على أن أيضا سيكون هناك تسريع كثير للقرارات. أظن أنه سيكون هناك يعني تسهيل أمام المواطن في كثير من الأمور، وأيضا دعم للاستثمار ودعم للتجارة بشكل خاص، وأيضا دعم للتصنيع وبشكل سهل وسلس جدا، مما يشجع على الإنتاج، وهذا هدف بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي دائما كان يحارب الفائدة ورفع الفائدة، يريد أن يكون هناك تقليص وتقليل أو تخفيض للفائدة ودفع نحو الاستثمار والإنتاج الذي سينعكس أيضا على التجارة، وهدف كبير أن يعني رفع الميزان التجاري، رفع الصادرات. أظن كل هذه الرؤية ستجعل هناك تركيا أولا مركز للاستثمار، وأيضا مركز للتصنيع والإنتاج، وأيضا تقليص للدور يعني البيروقراطي والقوانين التي تعرقل حركة المواطن على كافة المستويات. إذن أخيرا دكتور سمير صالحة في دقيقة واحدة، إدارة الدولة برؤية جديدة كنظام شركة كبيرة ضامنة، تسهيل أمام المواطن ودعم واستثمار وكذلك في الجميع أمور التجارة والتصنيع، هل سنشهد تركيا بتحول اقتصادي جديد خلال المرحلة المقبلة؟
يعني لابد أن تواصل تركيا صعودها الاقتصادي على المستوى المنطقة ككل، لأنه هذا التواصل الاقتصادي لا يعني فقط تركيا كما تعرف، يعني الكثير من دول المنطقة، وهذا الانفتاح شرط أساسي. لكن أنا في نقطة يعني كنت أريد أن أرى فيها نتائج أفضل مما أعلنت الآن، مثلا حصة المرأة في هذه الانتخابات مع الأسف تراجعت بعض الشيء. كانت في الانتخابات الماضية عندما كان البرلمان 550 مقعداً حصة المرأة 74، الآن 600 نائب حصة المرأة 77. أخ سمير لم تتقدم كثيراً، لكن ميزة ينبغي أن نشكر أن نقولها أيضاً أنه أكبر حزب لحزب للنساء أعطى مقاعد للنساء هو حزب الشعوب الديمقراطية، حوالي نصف مقاعده للنساء تقريباً. الشباب تم تخفيض عملية سن الترشح إلى 18 سنة كما تعرف، مع الأسف يعني لم يكن هناك فوز كبير بين الشباب. أظن أنه حتى الآن الأرقام غير رسمية، أفضل رقم كان بالنسبة للشباب هو 22 عاماً لمرشح فاز عن حزب العدالة والتنمية. شكرا جزيلا لك ضيفي في الاستوديو الدكتور سمير الصالحة، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، وأيضا شكرا لك شكرا جزيلا دكتور مصطفى حامد أوغلو الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.